قال الله تعالى ادعوني استجب لكم ارجو الله تعالى বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده অর্থ হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন দুআই বল আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أرث هجرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তাআলা 99টি নাম আছে যে উহা মুখস্ত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আল আসমাউল হুসনা والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المبين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور